كوتش مبروك، يعني قدرت استوعبت كل الامور يلي صارت معك اليوم قبل الجيم، قدمت مباراه كبيره، سيطره كبيره بالاوفنسيف ريباوند، دبل عن عاده اللي بتعملوه بالاوفنس، 22 اوفنسيف ريباوند اليوم. بيج نمبر، بيج نمبر. ليك غياس نحن صرنا فتره عم نعاني مثل ما انت عم تقول، سنه هذيك السنه لما ربحت بطوله لبنان وعملت معك مقابله قلت لك الفريق اللي بده يربح بطوله لبنان ما فيكون معتمد لا على واحد ولا على اثنين، عشان هيك الشباب عم يقرجوا جريت كاركتر، عم نقاتل. يعني unfortunately الإصابات خلتنا طلع هالبيست اللي جوانا defensively offensively، عم نلعب بطريقة كتير منظمة، فريق كل لعيب بيعرف دوره، كل واحد عم يعمل شغله. يعني اليوم أمير ما حط سكور بس كان كتير positive على الملعب، عمل 5 أو 6 assist أصلا بالجيم، كان كتير positive على الملعب، عم بلعب بلعيبة منهم position point guard. اللي فرق معنا انه جالوي عم يعطينا كتير options defensively. هيدا الجاي اسألك عنه، يعني رامون مش هنحكي عنه، عم يعمل أداء كتير كبير، بس برأيك مركز كوينسي دوبي ما صار مهدد؟ بلا كتير، وبعدين عم بصعب علي الاختيار، بلا الاتجاه بالإدارة انه نخلي الأربعة أجانب، حتى دونتي جرين حاطت علي ضغط كتير كبير، عم بيأدي بطريقة رائعة، الأجانب يعني 32-28 نو كومنت، ما فيني اقول شيء، كل كريدت لهم مع انتنسيتي مع حماس عم بيلعبوا من قلبهم، يعني صح. عم يلعبوا من قلبهم، اخر اربع جيمات عم نأدي بطريقه رائعه، عم نربح صحيح فرق قليل بس الاداء على الملعب عم بيكون كتير كبير، صرنا مرتاحين هلا بالترتيب بعاد عن شانفيل 2 جيمز 3 جيمز ممتاز، يعني شانفيل صار عنده 13 فوز 6 خسارات، انتم عندكم 16 فوز 3 خسارات، احسن واحسن. سو نحن هلا وي ار تراينج تو تشيس هومنتمان، هيدي المجموعه كثير صعبه، كلنا حنقدر نخسر ونربح مع بعض، سو بعد الطريق طويله، ان شاء الله قريبا بسترجع اللعيبه اللي مصابين والفريق بضلوا يقدم بنفس الطريقه. شو بتقول لجمهور الرياضي اللي رح يكون عنده ماتش يوم الاحد، عندكم ماتش وبيسبقوا ماتش بنات بالاي اي دبليو بي ال الرياضي بنات مع دينامو موسكو، والمباراتين منقولين رح يكونوا لايف على ال بي سي وال ال دي سي، كيف تدعي جمهور الرياضي ويكبكم بهالمباراتين ان كان سيدات ورجال؟ اكيد نحن بحاجه لهم، خصوصا فريق السيدات، مباراه كثير كبيره وانجاز لفريق لكره السله اللبنانيه، فريق دينامو موسكو يجي على لبنان يلعب، هيدا حدث كثير كبير تاريخي 100% تاريخي، يعني مش كل يوم حنلعب ضد دينامو موسكو، بتمنى عليهم يجوا بكثره يتواجدوا يوم احد عطله صح. يكونوا موجودين بكير، ما في اعذار، ما في اعذار ابدا، وفي عندهم ماتشين كثير حلوين يحضرون، رياضي بيروت ماتش كثير صعب، بتمنى عليهم ما يناموا على حرير، رياضي ربحوا من شانفيل فريق رح تواجهوا افضل فريق بيعمل ديفنس في البطوله، فريق بيروت كثير خطر وقدرانين يربحونا بأي وقت، فنحن بحاجة لدعمهم مثل ما دعمونا ضد ماتش الهومنتمن لنأمن الفوز الثاني بدور المجموعات ونروح على البريك مرتاحين. أنا بدي أشكرك كوتش.